خويا طلعتك باش نضحك انا ماشي طلعتك باش نبدا نتحداك. انا طلعتك ولكن انت كنتي بعقلك ما غاديش تكعى خويا حيت انا ما جايينش نكعاو هنا صافي. انا غا ما خويا ما خارق لي العاده ما كنقص السطوحه ما كن انا خويا كون كنت صحيح اخويا وغاني داخل اخويا الاف سي اي ولا الجلور. انا غادي غير ود كاريان كنبيع البيض كنطرى الطاليانيه باش نمشي للطاليان فهمتي. انا ما كنقول شهر ما كنقول ندير ما كنقول الفولوير انا الفولوير ما زايدين لي والو فهمتي. باش 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 نشرح لك انا الفولوير عندي فهمتي هادشي انا خويا فولوير ولا عندي البيرسون يعني حتى هشام خويا بلا كتقول لهم ما تفرجوش ولا ما تسينياليوش ولا هادي. انا غاديك السيد داك الفولوير وداكشي راه ما مستافد منه والو اخويا. انا باقي في بلاصتي انا ولد كيري انا ما تزاد عليا والو انا كنضرب السويله اخويا واش فهمتي. هادشي اخويا هشام هادي كويس طلع فيتا فهمتي. انا ما اخويا ما عنديش داكشي اللي عندك انت ولا فهمتي. انا سولو كنطلع بحال ما هكا وكنطلع عندي البريس تاع انني كنقرا وما عنديش فلوس باش نخلص القرايه وكنبيع البيض في الصباح وما عرفتش كندير وفي الاخر كنطلع كنضحك مع الناس فهمتي. ما كنبينش لهم انا ما كنخرجش عينيا في بنادم وما كنديرش فيها قبيح وما كنديرش فيها كنقص طوح. انا غا كنضحك اخويا. انا عندي عائلات كيدوا معايا كيعيطوا لي كيقول لي اسامه كتضحك لنا الصغير والكبير اسامه كتضحك معنا. كيعيطوا لي ناس كيقول لنا اسامه انت كتجمعنا في الليل حنا ما كناش كنتجمعوا وليتي كتجمعنا في الليل. كيقول لي اسامه حنا كنا كل واحد كيريح في بيته كيشد التليفون كيقول لي اسامه من يوتي تا ولينا حنا كنعرفوا الثقافه تاع المغرب حيت ولادنا مولودين في الطاليان وكيبغين في الطاليان ما كيعرفوا والو على المغرب. كيقول لي اسامه انت وليتي كتعرفهم شنو هي الكاروسه والحمار وليتي كتعرفهم شنو هو عرفتي شنو وليتي كتعرفهم شنو هو الكاريان وليتي كتعرفهم شنو هي حلومه وليتي كتعرفهم شنو هي الحمار شنو هي الكاروسه والحمار فهمتي. يعني انا اخويا هشام راه انا كنطلع كتعيط لي عائلتي تقول لي اسامه كل واحد كان في بيت وليتي كتطلع اسامه انت في اللايف كنديرو لايف في التلفازه وكل شيء كيتجمع وكل شيء كيضحك. كيعيط لي داغي صغير عنده 6 سنين كيقول لي اسامه كوبنهاغن كوبنهاغن ما كيسميهاش فهمتي كيطلعها ما كيسميهاش. يعني هذاك الشيء عندي غباح انا عندي الناس اللي عندي في الطاليان وعندي شي مغاربه هنايا في المغرب فهمتي. حيت هادوك ما كيشوفوش اسامه وفين كيسكن ولا اسامه واعر. انا خويا ما واعرش انا غادي عيط. حنا غا الناس كيدوا معايا في الطاليان كيقول يا اسامه كنضحكوا معاك كنساو كورونا وهذاك هذاك الروتين هذاك البريسو ديال كورونا كنساو فهمتي يا خويا. حنا كنطلعوا كنضحكوا معاهم كنسيوهم كيطلعوا عائلات عائلات ورجاله كيبداو كيطلعوا